هذا ما هو؟ هو العلم. إذن هذه قصة الحجر إسماعيل. أمرنا نحن أننا نصلي سجع للحج ليمينا مزدلفة إبراهيم ما هوش من يشهدها. شو هذا يقول؟ هذا وحنا مشكلين أو بلغ ما يحجر لا ديوان الحج والعمره ما تلقينا حتى استفادينا من هذه الايام التكوينيه. استفدتم من الامام ولكن ما كانش هناك لا لا فتوى موحده ولا مطويات ولا دليل لحد اليوم لحد الساعه اللي نتكلم لك فيها ما كان والو. الدليل الحج ما تحصلناش عليه، وهذا يعني باش يوحد الفتوى ويوحد توجه تاع الحاج ما يهمش. فكان بودنا ان شاء الله في المستقبل يكون هذا الدليل يوزع على الحجاج وتكون لهم الدورات التكوينية.